لقي ما لا يقل عن 30 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين بينهم أطباء أجانب ويمنيون في هجوم إرهابي. استهدف بسيارة مفخخة مستشفى وزارة الدفاع في مجمع العرض بالعاصمة صنعاء. وتفقد رئيس الجمهورية المشير عبد رب منصور هادي مبنى الوزارة بعد ساعات من الحادث الذي لا زال يكتنفه الكثير من الغموض، وسط تأكيدات أمنية تشير أن السيارة المفخخة التي فجرت في بوابة مستشفى الدفاع دخلت ضمن موكب قائد عسكري وأعقبها هجوم لمسلحين كانوا يرتدون أزياء عسكرية. وشكل الرئيس هادي الذي رأس اجتماعا استثنائيا للقيادات العسكرية شكل لجنة تحقيق عاجلة في الحادث، تكونت من رئيس هيئة الأركان العامة ونائبه ورئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة الاستخبارات، على أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج التحقيق خلال 24 ساعة. وقال نائب مدير مستشفى الثورة العام الدكتور أنور مغلس إن المستشفى استقبل 7 جثث لضحايا تفجيرات الدفاع، بينهم 4 أطباء أحدهم فلبيني وعليها آثار طلقات في الرأس والعنق. كما قتل في الحادث مدير منظمة جي آي زد الألمانية وأربعة أجانب وعضو الحوار الوطني القاضي عبد الجليل نعمان وزوجته أسماء علي محمد نعمان. ندد مجلس التعاون الخليجي بالهجوم الذي استهدف مجمع وزارة الدفاع في العاصمة صنعاء وأودى بحياة العشرات من المدنيين والعسكريين، ووصفه بالعمل الإرهابي والجبان الذي قال إنه يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية كافة. وقال أمين عام المجلس الدكتور عبد اللطيف الزياني إن التفجير الذي استهدف وزارة الدفاع محاولة إرهابية لزعزعة أمن اليمن الشقيق واستقراره وعرقلة الحل السياسي، مؤكداً وقوف الدول الخليج مع اليمن رئيساً وحكومة وشعباً في كل ما يتخذ من إجراءات لحفظ أمن اليمن واستقراره. كشف ناشطون حقوقيون عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 480 آخرين بمحافظات صعدة وعمران في اعتداءات للحوثيين خلال الشهرين الماضيين. وقال الناشطون خلال مؤتمر صحفي استعرض تداعيات الأحداث الأخيرة في صعدة إن من بين ضحايا القصف المتواصل على دماج منذ أكثر من شهرين 9 نساء و14 طفل و406 جريح و139 مختطف. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في منزل عضو الحوار الوطني الشيخ عثمان مجلي، طالب عدد من أبناء صعدة ومديرية حرف سفيان والمناطق المجاورة لهما بمحاكمة عاجلة لزعيم الحوثيين ومساعديه على ذمة تلك الجرائم وإنهاء سيطرة الحوثيين على صعدة وما جاورها. لقي متهم بقتل أحد ثوار ساحة الحرية بتعز قبل عامين وإصابة نحو 40 آخرين لقي مصرعه في عملية ثأر مع أهالي شرعب السلام. وقالت مصادر محلية إن المدعو محمد عبد سيف الذي قتل اليوم سبق وأن صدر بحقه واثنين آخرين إحكاما بالإعدام بتهمة إلقاء قنبلة على ساحة الحرية فيما سميت بجمعة البداية عام 2011 والتي أودت بحياة الثائر مازن البذيجي. دعت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور القوى السياسية للتحرك بكافة الوسائل المتاحة من أجل الإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة. وأكدت الوزيرة مشهور خلال لقائها اليوم بصنعاء وفدا من مجلس معتقلي الثورة أن وزارة الحقوق تعمل بكل إخلاص من أجل الإفراج عن معتقلي الثورة باعتبار بقائهم في السجون جريمة إنسانية. حملت وزارة المالية السلطة المحلية في محافظة الحديدة مسؤولية تأخر إصلاح شبكة المجاري التي انهارت قبل أشهر. واتهمت الوزارة في بلاغ صادر عنها السلطة المحلية في الحديدة بالتقاعس وعدم تطبيقها الإجراءات القانونية فيما يخص المناقصات الخاصة بالمشروع، متهمة في ذات السياق السلطة المحلية بمخالفة القانون في إرساء المناقصة للمشروع، حيث بلغ نسبة الزيادة في التكلفة التقديرية للمشروع أكثر من 92%، في حين أن نسبة التجاوز المسموح بها قانونياً لا تزيد عن 10%.